بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أضحيات بشرية كائنات مظلمة بتنهلك بتوعدك بحياة ما تحلمش بيها أبدا، وفي المقابل بتطلب منك تضحيات وتنازلات. بس يا ترى انت مستعد للتمن؟ مازنة اسماعيل هي ست من ماليزيا واتولدت في الخمسينات من القرن اللي فات، اما في الثمانينات فبقت شابة وعندها احلام كتير وطموحات. صوتها حلو، ليه لا؟ ليه ما تنطلقش ويبقى ليها مكانة في الوسط ده؟ ده عصر التلفزيون اللي في كل بيت وشرايط الكاسيت. لكن للأسف مازنة اتصدمت بالواقع، وهو ان برغم ان صوتها حلو وموهبتها جميلة فده ما كانش كفاية عشان تنجح في مجال الغناء، وده لان هي ما كانتش جذابة كفاية بالنسبة لمقاييس الجمال عندهم، وكمان ما كانش عندها فلوس عشان تمول بيها اغاني لنفسها. وحصلت معجزة في يوم من الايام، مازنة حصل معاها اللي بنات كتير بتتمناه، قابلت راجل غني اختارها هي وسط بنات كتير جدا، وسط كل البنات برغم امكانياتها المحدودة. لا هي غنية ولا هي ملفتة، لكن محمد فندي الراجل الغني وقع في حبها وقرر انه يتجوزها. مش كده وبس، ده كان بيدعمها ومستعد ان هو يعمل اي حاجة عشان تحقق احلامها. انتج ليها شريط واختار لها اسم فني وهو منى فندي، لكن الشريط ما نجحش، وبرغم عدم نجاحه الا ان هو ما كانش المحاولة الوحيدة في الانتشار. منى طلعت في برامج تلفزيونية وغنت في البرامج دي، لكن برضو مفيش فايدة، ما كانش مقدر ليها انها تنجح في سكة الغنى دي برغم ان صوتها فعلا كان حلو. ودي كانت اشارة، ومنى ادركت ان هي لازم تغير من جلدها، تختار طريقة جديدة وترمي بقى موضوع الغنى ده وراها. ما تسرحش بخيالك، لا ما كانش التجارة ولا الصناعة ولا اي مشروع تستغل فيه فلوس جوزها. الكارير شيفت بتاعها كان السحر والشعوذة. منى اتعلمت ممارسات السحر، الله اعلم سحر بجد، سحر اسود ولا سحر بشكل عام، ولا اتعلمت ازاي اصلا تخدع الناس وتوهمهم بممارسات السحر دي، لا كله على بعضه كده الله اعلم الحقيقة فين. لكن الاكيد ان هي كان عندها قدرة رهيبة جدا على الاقناع، وعن طريق القدرة دي قدرت توقع في شبكها شخصيات تقيلة في المجتمع، واتشهرت في الوسط الراقي ومن بين الناس اللي لجأوا لها سياسيين ومشاهير. ومع الوقت بقى عندها هي وجوزها ثروة على الثروة بتاعتهم، امتلكوا العربيات والقصور والمجوهرات واللبس الغالي والبرستيج كمان، بقوا شخصيات VIP. لكن منى طموحها ما وقفش عند كده، دي كانت عايزة حاجة تانية، حاجة أكبر بكتير ومش مفهومة الحقيقة. أيوة، اللي عايزاه منى كان معقد، محدش يعرف إيه مصدره ولا مين اللي أقنعها أصلا باللي هي عملته ده. منى كانت عايزة ترضي الشيطان نفسه، تقدم له قربان عشان توصل للمجد. ومن ضمن الناس اللي كانوا بيثقوا في منى ثقة عمياء هو سياسي مرموق اسمه مازلان محمد، وبرغم مكانته وثقافته كان مصدق في الدجل بتاعها قوي وان ليها قدرات عظيمة، فحب يستغل القدرات دي يخليها توصله لحكم الدولة. لجأ لها قال لها عن حلمه، منى اكدت ان هي تقدر تحقق له اللي هو عاوزه، اوهمته ان عندها برنيطة سحرية، وهي البرنيطة اللي كانت ملك الرئيس الماليزي السابق، وان البرنيطة دي عليها تعويذة، وفي المقابل طلبت منه 2 مليون رينجت اللي هي عملة ماليزيا بما يعادل 600,000 دولار. بعدها اتبقت خطوة واحدة بس، طقوس التطهير، ودي جلسة مخصصة لمازلان على حد علمه، يعني عشان تطهير روحه استعدادا للسلطة، السلطة اللي جاية في الطريق ان شاء الله. وصل مازلان ودخل على أوضة مليانة شموع ومتولع فيها بخور، وطلبت منه منى ان هو يمدد على كنبه او خشبه ويغمض عينيه. كان معاها جوزها والمساعد بتاعهم حسن. اول لما الوزير غمض عينيه
رفع حسن فاس ونزل بيه على مزلان وفصل رقبته عن جسمه. في الغالب مزلان ما أدركش أصلا اللي حصل دي، هو في لحظة كان حي واللحظة التانية ميت. مات فورا، ضربة واحدة من الفاس قضت عليه. التلاتة بعدها قطعوا جثته ل 18 قطعة، والموضوع ما كانش عشوائي، مش أي تقطيع، ده تقطيع مدروس، أجزاء معينة من جسمه متقطعة، ويقال كمان إن هما أكلوا من لحمه. بعد كده حطوه في حفرة في مخزن قريب من بيت منى. الحفرة عمقها 15 متر، وبعد ما دفنوه غطوها بالأسمنت. طب السؤال هنا، ليه بدل ما تستفيد منه أكتر تفضل مكملة تمثيلية القدرات الخارقة وتواصل عمليات النصب عليه؟ وهو الصراحة زبون سقع وهيصدق أي حاجة تقولها. ليه بدل ما تضاعف ثروتها وتفضل تستنزف فيه ماديا تموته بالطريقة دي؟ إيه اللي كان في دماغها؟ خلينا نكمل في القصة ويمكن نلاقي الإجابة مع بعض لما القصة دي تخلص. بعد ما التلاتة عملوا عملتهم عاشوا حياتهم ولا كأن في أي حاجة، بالعكس دول اتمتعوا بالقرشين اللي أخدوهم من المسكين اللي ما كانش عنده أي فكرة باللي هيحصل فيه، وبالذات منى فندي ساحرتنا الشريرة. منى اللي عملت كذا عملية تجميل عشان تحسن من شكلها، حاشا لله يعني، خلقت ربنا مفيش أحسن منها، لكن أهو دي بقى دماغها. غير بقى الممتلكات زي العربيات الشيك الجديدة وغيرها. لكن المشكلة إن مزلان ما كانش قال لأي حد هو رايح فين قبل ما يموت، وده خوفا على سمعته لا يتقال إن راجل سياسي زيه كده مثقف بيلجأ للسحر والشعوذة. إنما لو كان بس يعرف أكيد كان قال لأي حد. ما علينا. في يوم من الأيام اتقبض على المساعد حسن بتهمة ما ملهاش أي علاقة بقتل مزلان، لكن حسن أول حاجة جت في باله إن البوليس عارف باللي عملوه وراح كرر كل حاجة. الشرطة كانوا مسؤولين؟ إيه اللي بيتقال قدامهم ده؟ قتل إيه وتقطيع إيه؟ ومين الضحايا؟ الوزير؟ بعد كده قوة من الشرطة قبضت على منى وجوزها وما خدوش في إيديهم غلوة، اعترفوا بكل حاجة وبالتفصيل. منى بالذات كانت ثابتة مش بترمش، كأنها بتحكي عن فيلم شافته. وريتهم الجثة اللي اتدفنت، وريتها لهم فين بالظبط، أو يعني الأجزاء المتفرقة منها بالظبط تحت الخرسانة الأسمنتية. بس اللي جاي بقى كان شو خطير جدا. منى كانت بتحضر جلسات المحاكمة والتحقيق بهدوم غالية وبراقة، اكسسوارات، فورمات للشعر، وش منور بيضحك طول الوقت كأنها نجمة سينما. لهو ايه بقى؟ كانت بترفع ايديها وتحيي المصورين والصحفيين كأنهم جمهورها. بعد كده المحكمة اصدرت حكم باعدامها هي وجوزها والمساعد، ولما منى سمعت الحكم شكرت المحكمة وحيت الحاضرين بايديها وقالت ان هي سعيدة لانها اخيرا هتقابل شيطانها. وقالت حاجة تانية قبل الإعدام مباشرة، أكون تكماتي، ومعناها مش هسيبكم، هرجع لكم تاني. يعني إيه؟ تقصد إيه مش هسيبكم؟ هل ده له علاقة بصوتها اللي لسه بيتسمع في أسرها لحد النهاردة؟ أصل أسرها بقى مزار، وفي من الزوار اللي قالوا إن هم بيسمعوا صوت منى في القصر، بيسمعوها بتغني بطريقة مخيفة. مش بس كده، دول بيشوفوا انعكاسها في مراية القصر كمان. معقول؟ هو ده بقى اللي كانت تقصده بان هي هترجع؟ وهل ده كان صفقتها مع الشيطان؟ عشان نفهم قصة منى اكتر خلينا نشوف قصة تانية ممكن تبان مختلفة لكنها في الحقيقة شبهها لحد كبير قوي. قصة السفاح ريتشارد راميرز المتعقب الليلي. ريتشارد كان الأخ الصغير لأربع أخوات، أبوه وأمه مهاجرين من المكسيك لأمريكا، أسرة فقيرة جدا مجتهدة بتعافر في بلد غريبة. يمكن للسبب ده أبوهم كان بيضربهم لأقل الأسباب، أو يمكن هو كان عصبي بطبيعته. إنما غير العنف اللي ريتشارد اتعرض له والفقر كمان، كان الحي اللي عاشوا فيه مليان جريمة ومخدرات، وعشان كده اتعرض لإصابة جامدة جدا في راسه لما كان عنده سنتين واحتاج ل 13 برزة، ولما كان عنده 5 سنين اتعرض لإصابة تانية في راسه، ومن وقتها ولسنين كتير كان بيعاني من نوبات صرع.
لكن لما بقى عمره 10 سنين ابن عمه رجع من فيتنام ووراه صور زمايله صور انهاره وهو بيعذب فيها وبيختصب وبيقتل الفيتناميين. مش بس كده، ده علمه الهجوم على الضحايا من غير ما ياخدوا بالهم، وكمان تقطعهم بالسكينة، وفهموا ان دي متعة. لو ايه بقى خلاه يدمن المخدرات. اما الحدث الاكبر هو ان ريتشارد نفسه شاف مايك وهو بيقتل مراته. ريتشارد حس بفرحة رهيبة جدا من منظر الدم. من الواضح انه في المرحلة دي ما بقاش طفل سوي ابدا، والمشهد اتحفر في دماغه، وفي المستقبل هيتكرر كتير. لكن اللي هيبقى البطل مش ابن عمه، جوز اخته كمل معاه المشوار، اخده معاه في جولاته الليلية اللي خلالها كان بيتلصص على جيرانه، علمه ازاي يدخل البيوت من غير ما حد ياخد باله. عيلة تشرف بصراحة. اما ريتشارد نفسه بقى فكان له عادة غريبة قوي، غير كل اللي فات وكل اللي انتوا سمعتوه، وهو النوم في المقابر. مين عارف ايه اللي ممكن يكون شافه هناك، او ايه اللي حصل دي وساهم في تكوين شخصيته الشريرة المنحرفة دي، الله اعلم. المهم مشواره الاجرامي بيبتدي رسميا من سنة 1984، والضحية كانت 6 عجوزة. ريتشارد كان بيدور على بيت يقتحمه، ملقاش اي بيت بشباك مفتوح الا بيت واحد، وده اللي دخله. ويشاء ربنا تطلع صاحبة البيت 6 عجوزة موجودة في البيت لوحدها. فضل ريتشارد في البيت شوية من غير طبعا ما الست تحس، يعني دخل على اوضتها وهي نايمة وطعنها بالسكينة اللي معاه ودبحها، وبعد ما ماتت اعتدى عليها. الضحايا اللي بعد كده كانت شابة في الـ20، وفي بيتها صديقة ليها اكبر شوية. ريتشارد فاجئ صاحبة البيت بعد ما ركبت عربيتها في الجراج وضرب عليها رصاص، لكن الرصاصة خبطت في المفتاح وجرحت كمان ايديها. ريتشارد بعدها طلع على البيت وقتل صاحبتها، وصاحبة البيت هربت للشارع، ولما رجعت ريتشارد كان مشي. بعد الحادثة بكام اسبوع قتل راجل ومراته. السلاح كان مسدس، كام رصاصة في الراجل وكام رصاصة اطلقهم على الست، وبسببهم الراجل مات، لكن الست فضلت عايشة. لكنه كمل عليها بالسكينة ورسم رسومات على جسمها وشال كمان عينيها من مكانهم. وبكده يا صديقي ريتشارد اتشهر من غير ما يتعرف هو مين بالظبط، السفاح اللي بيتسلل البيوت وبيموت الناس بالذات العواجيز، بيموتهم بدم بارد. ومن هنا الصحافة سمته بالمتعقب الليلي. الولاد والأحفاد بقوا بيباتوا عند جدودهم من خوفهم عليهم للمتعقب الليلي ده يستهدفهم، ده غير ان الشرطة عملت حملات كبيرة عشان يقبضوا عليه، لكن للأسف ما قدروش يوصلوه لانه كان شاطر جدا في التسلل وقدر ان هو يخفي اي دليل. وبسبب شطارته في ده كله حمام الدم استمر. بس بالمناسبة صاحبنا ده قعد فترة في فندق سيسيل المشهور بإيواء المجرمين وترحيبه بيهم، كان بيخلص جرايمه ويقلع هدومه بره الفندق ويتمشى بالملابس الداخلية المتلطخة بالدم، وبعدها ينام في اوضته عادي جدا ومحدش كان بيسأله ايه اللي انت فيه ده. وفي رحلة من رحلاته الدموية دخل بيت راجل كبير ومراته، قتل الراجل الاول وبعد كده اعتدى على الست وقتلها، لكن ما اكتفاش بده، ده رسم نجمة الشيطان بدمهم على الحيطة، وده قبل ما يمشي. وفي مرة ريتشارد قدر ان هو يدخل كالعادة البيت راجل، ضرب عليه رصاص وبعد كده ساب المسدس وابتدى بايده يضرب خطيبته، ومع ضربه ليها خلاها تقسم بالشيطان واعتدى عليها وسابها عايشة. سابها عايشة بعد ما وصاها ان هي تقول للشرطة ان المتعاقب الليلي عدى من هنا. ولما ريتشارد مشي من البيت واحد من الجيران شافه وحس ان في حاجة غلط فصور عربيته، وفي نفس الوقت لما ريتشارد ساق عربيته وبعد مسافة كده معينة الست اللي في البيت صرخت وجريت على جيرانها وقالت لهم يطلبوا الشرطة. بعد كده الراجل خطيبها ده اتلحق في المستشفى وعاش. الدكاترة قدروا ان هم يطلعوا الرصاص من دماغه، ومن وصف كارول الناجية على البلاغ كمان اللي تقدم بيه اهل الولد اللي كتب ارقام العربية بتاعت ريتشارد واللي من خلالها قدروا يوصلوا للعربية ولقوها متسابة كده على الطريق، الا ان هم رفعوا البصمات
وقارنوها بالسجلات. وبسبب ده كله الشرطة أخيرا عرفت مين هو المتعقب الليلي اللي هو نفسه ريتشارد راميرز. وبعد ما عرفتهم بيه اتقبض على ريتشارد وبدأت محاكمته. أول حاجة عملها هو إن هو رفع إيده عشان يوري الحاضرين اللي عليها وهي نجمة الشيطان، وقال ليحيى الشيطان. بس الملفت بقى كانت تصرفات ريتشارد خلال الجلسات دي. بدل ما يكون خايف قلقان من مصيره، كان واثق جدا من نفسه، بيتصرف كأنه نجم صاحب أعمال فنية بديعة. ومن ضمن التصريحات اللي قالها: أنا بستمتع بتقطيع الضحايا بتوعي، وبعدين بفضل أبص على وشوشهم وهي بتتحول للأبيض، بعدها بيموتوا. بحب كمان المشهد بتاع الدم ده جدا. ولما صدر حكم الإعدام ضده قال: أنا هرجع وهنتقم، الشيطان حي جوانا كلنا. لكن ريتشارد ما تعدمش، وده لأن حكم الإعدام طول جدا وملحقش يتنفذ، ومات قبله بسبب السرطان. ودلوقتي شايفين التشابهات ما بين قصة ريتشارد وقصة منى؟ الاتنين قتلوا باسم الشيطان، الاتنين كانوا بيستعرضوا نفسهم وبيتصرفوا كأنهم نجوم في المحكمة، وكانوا فخورين جدا باللي عملوه، والاتنين توعدوا انهم هيرجعوا تاني وهينتقموا. والسؤال هنا هو ايه اللي حصل بالظبط معاهم؟ يا ترى الشيطان اتجسد لمنى وريتشارد وعمل معاهم صفقة، وعدهم بان هو يحررهم من اجسامهم وبشكل ما يخليهم يفضلوا عايشين في الارض وليهم قوة خارقة، وده مقابل ان هم يقتلوا بني ادمين بقى او عدد من البني ادمين بطريقة وحشية؟ هل ده موجود اصلا وبيحصل ولا لا؟ الحقيقة ان هم ما قابلوش الشياطين، وسبب تقديسهم للشيطان ده هو تمردهم وغضبهم على الخالق. حاشا لله طبعا، بسبب ظروفهم منى مثلا برغم موهبتها والفلوس كمان اللي كانت او اللي بقت كمان عندها، ما قدرتش تحقق حلمها، ما قدرتش تبقى مغنية عشان مقاييس الجمال في مجتمعها. وريتشارد ظروفه كانت قاسية جدا، اتربى في بيت فقير مع اب عنيف وابن عم سادي وجوز اخت مختل، والاسباب دي مع بعض خلتهم يتمردوا، يقدسوا كيان مظلم، كيان قدسوه اعتراضا على اقدارهم، لو تخيلوا ان الشيطان هيرضى عنهم لو ارتكبوا جرائمهم. ولهم كانوا بقى ببساطة مختلين. ريتشارد بسبب الظروف اللي اتذكرت وبسبب الخبطات في دماغه واللي وارد جدا تكون عملت خلل عنده، بقى مختل. ومنى نفس الحكاية، عشان صدمتها مع الواقع والثروة اللي جت لها من جوزها، مع تصديق المجتمع ليها ان هي ساحرة وليها قدرات، فصدقت نفسها، افتكرت ان هي بجد واصلة جدا وبتشوف الشيطان وبيديها كمان اوامر وكده. انتوا ايه رأيكم؟ هل هم مختلين متمردين، ولا بجد عملوا صفقة مع الشيطان وقتلوا عشان؟ محتاج ان انا اعرف رأيكم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.